بالليبر، اهلا وسهلا. 48 دقيقة توت سويت. كلمة نساء والمرأة الأمنية والمرأة البوليسة والمرأة الشرطية، نشوفوها في بعض الكلمات. كلمة نساء، كلمة نساء. الكلام اليوم على خدمة الوطن، الخدمة اللي تسري في عروق امرأة تونسية اقتحمت مجال آخر كان ديما حكر على الرجال. نحكيو اليوم على المرأة التونسية اللي تخدم شرطية، على المرأة البوليسة، المرأة الأمنية اللي تقلدت كل الرتب سواء من خلال الأعمال الميدانية ولا المكتبية، وكانت قيمة مضافة لجهاز الأمن الوطني. حكايتنا اليوم على المرأة الشرطية اللي أضحت تزاول المهام الميدانية بكل صلابة في الشخصية وتخفي وراها ملامح أنوثة ناعمة. المرأة اللي اقتحمت مع الراجل مجال الأمن في الليل والنهار تمكنت من النجاح في تأدية الواجب المنزلي والواجب المهني. المرأة التونسية اللي أصبحت مثالاً في رفع التحدي والتغلب على الصعوبات. تحية احترام للشرطية التونسية، تحية احترام للمرأة الشرطية وين ما كانت في هذا العالم. كلمة نساء.